الموسيقى بحر غريب بتعدينا في كل طريق، بحر امواج وتغني عين يا ليل، ويا الهوى والسما صافية وقمر الليل ونجومه دافية، نور كلمة بلحن وقال مواويل، واللي سمعها يفهمها لغة كلنا نتكلمها، ليها معانيها والقلب دليل، ليه يا حبيب ويا حبيبة دنياها مليانة تيبة، تداوي عالم جنه قلبه عليل، على القمر غرس علمها غنى ألحان وعلمها، بلوان الخور مروانها نور ليلي، على القمر غرس علمها غنى ألحان وعلمها، بلوان الخور مروانها نور ليلي، بالموسيقى ونوتتها ترجع لقلوبنا حياتها، تطلع سلم فيه مفتاح الكون، وتكلم دنيا عنيدة وتلحنها في قصيدة، بيها الروح تكون أولى أكون، والروح تسكن قصر الشوق، حبيني يا شمس شروق، غني قلبي بيشتاق لك بجنون، بالعدل العكسي نتلاقوا في مدرسة الحب وعشاقوا حقوا باقوا ونغماتوا بتنون، على القمر غرس علمها غنى ألحان وعلمها، بلوان الخور مروانا نور ليلي ليلي ليلي، غرس علمها غنى ألحان وعلمها، بلوان الخور مروانا نور ليلي، دنيا الموسيقى فخوري عالم ألوان الخوري، والحانو غناها نجوم وملوك، غالي وألحانو غالية وشيكات عالية ومتتالية، رصيده الفني متخزن في بنوك، أكبر أناني في تشيلو طاير ولا حاجة تشلو، دوري مي فاصول لافو طافو، فنان شامل يستاهل واللي وصله مش سهل، خوري في الموسيقى ملكش اخوه، على القمر غرس علمها غنى بلحان وعلمها، بلوان الخور مروانا نور ليلي 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 ليلي، على القمر غرس علمها غنى ألحان وعلمها، بلوان الخور مروانا نور ليلي. Bravo.
الغوص كولا. كانت تحية من مهدي ارتوام من مروان خوري. بدي اقول بس انه مش لانه يعني كثير مهضومة الفكرة انه اعطينا باسمي انا، بس لشان القصة، القصة انه اللحن، الاداء، عزف الجيتار، الكوردات اللي عم بيعملهم جو رائع، يعني عن جد بهنيهم وميرسي لهم كثير لانه مبيني من قلبهم مبين انه متابعيني يعني. بس بجننوا بجننوا. نرجع لحوارنا مروان خوري، نعم ام لا تكفي احيانا انها تكون اجابات لاسئله؟ صعب شوي بس ايه ممكن. تنشوفوا مع بعضنا ان كانت تكفي ام لا. مش نسالك اسئله وتجاوبني بنعم ام لا. اوكي. وصفت معجبي اليسا بالغنم اثناء تسلم جائزه الميركس دور، نعم ام لا؟ لا اتذكر. نعم ام لا؟ يعني لا اتذكر غير وارده في مش من الاجابات الوارده. ما بحب تصير اشياء قطعت وخلص، بس انه نعم، بس يعني ما بحب ارجع اصير. نعم؟ اي نعم. الجمهور التونسي ما عندوش فكره على الموضوع هذا يعني. معلش بعتذر من الجمهور التونسي انه ما فوت بتفاصيل، بس كان في تجريح بحقي انا، بس قطعت هالمرحله وصارت ورا، صارت ورا. من جرح بمروان خوري بهالموضوع هيدا؟ نعم. وقتها الفانز، الفانز فانز اليسا وقتها. وبرجع بقول انه مش هي مشكله السوشيال ميديا، انه فتحت الامور وفتحت الفوضى واصبح كل فنان عنده الجيش تبعه. لذلك قلت انا برجع بقول لازم الفنان كثير ينتبه على الفانز تبعه وهالجمهور هيدا كان صغير او كبير، ما يستعملوا ضد حدا اخر. وانا بتصير معي انه احيانا الفانز تبعي يمكن بيزعلوا من تعليق وبيردوا بشوي بعنف، بقول لا هدوا الامور هدوا. يعني جيش مروان خوري يشبه مروان خوري؟ ايه ما في شك، ما في شك، ما في شك، يعني جمهور كل فنان الى حد كبير بيشبهه، الى حد كبير. تصالح اليوم مروان خوري مع اليسا؟ ما تصالحنا بالمعنى الشغل، بس انا بكن لها كل المحبه وبعتقد هي كمان، بس الشغل يمكن ما رجعنا سوا، وهيدا حقي لانه صار في مشاكل كثيره، بفضل يبقى الشغل على جنب ويضل الاحترام من بعيد لبعيد. من لم يسعى للصلح، مروان خوري ام اليسا؟ لا احد، ما عاد صار في محاولات، خلص انتهت الامور. برجع بقول لك انتهت بطريقه هي عبرت بكذا مقابله وانا عبرت انه بتمنى لها كل التوفيق وكل الخير، بس يعني مش ضروري يرجع يصير الشغل. حتى بالحياه الزوجيه احيانا بنوصل لمطرح من بعد حب كبير بيقرروا الطرفين انه يطلقوا، يعني صوري بالحب في اكثر من هيك. يعني هناك طلاق فني بين مروان خوري واليسا اذا بدك هالاسم. لن تتعامل مع اليسا ابدا ابدا مجددا؟ لست ادري. لست ادري. نعم ام لا؟ نعم ام لا؟ ماني اكيد، ماني اكيد. يعني لا، لانه المستقبل دائما بيحمل معه اعتباراته، والفن احيان مثل السياسه في تغييرات. وقلت 100 مره انه مصلحه الناس والمستمع هي اعلى من اي مصلحه. يعني نجم نقول اليوم انه مروان خوري لن يتعامل مع اليسا مجددا، هذا سكوب. خليني ما جاوب بنعم ام لا. اوكي. السؤال الموالي، لست راضي عن اسلوب تعامل روتانا معي، هل اليوم مروان خوري راضي عن تعامل روتانا معه، نعم ام لا؟ صار في قطيعه بالشغل، اذا بتلاقى فيهم كلهم اصحاب كلهم حبايب، بس ما في شغل، وهلا ما في شغل كمان، ما في شيء مباشر. عملنا حفلات مشتركه بس ما بقدر اقول هلا انه في قطيعه وما في قطيعه، لانه انا صرت عم بشتغل بمطرح ثاني مختلف. يعني صورة مروان خوري مهمة جدا 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 بأدق تفاصيلها عند مروان خوري، هذيك علاش صارت القطيعة بينك وبين روتانا؟ ايه مزبوط مزبوط، يعني وهيدي عند كل فنان أهم شيء صورته، يعني ما توصل صح للناس وصورته بتوصل صح عبر الإنتاج المزبوط، عبر التسويق، عبر أي شغلة، هو الفنان بيشوفها كمان إنه حق لإله. علاش برشا فنانين اليوم يشكيوا من شركة روتانا؟ ما بدي فوت بتقييم لروتانا، يعني عندهم ظروفهم، شركات الانتاج ككل اذا بدك عندها ظروف صعبه، لانه الامور ما عادت هي ذاتها، الاوديو عم بيعاني من مشاكل اللي هو السي دي، بيع السيديات، الانتاج عموما،
تقلوا كلهم للديجيتال للانترنت لهالتفاصيل. ما بدي قيم وضع روتانا او اي شركه تانية هلا، بس بقول لك انه الظروف صعبه هلا على كل الشركات. ما بعرف يمكن العدد منه كبير هلا للي عم بتنتج لهم روتانا، بس انا شخصيا بدون ما برر لحدا بقدر افهم انه الظروف الانتاجيه صعبه. يعني اليوم للتسويق السوشيال ميديا اصبحت مهمه جدا والاهم. ايه يعني بقول شغلي، انا مثلا مني اكتف على السوشيال ميديا كثير، بتعب اني انا فوت يوميه وضل احكي وضل اعبر عن نفسي ان كان تويتر او فيسبوك، خصوصي الانستغرام انا بعيد عنها جدا الصوره. يعني انا بحب اقدم فني، التويتر يمكن مش سيء لانه الواحد بيكون عم بيعبر عن رايه، او احيانا بيكون في اتهامات معينه بيطلع بيعلن عنها، في جزء مهم. الفيسبوك هو الاهم هلا لانه بقدم نتائجي كله سوا، وطبيعي اليوتيوب. انا بدي اقول لك الصراحه ما كنت كثير متابع، بس هلا بحس انه لا، مجبر اني اكون على اتصال مباشر اكثر بالمحبين، لانه بصراحه في سلبيات وفي ايجابيات كثيرة، انه الناس وين ما كان صارت بتتابعني، ما بقى في اذا بدك يعني مساحه جغرافيه محدده، وين ما كان بيقدروا يتابعوني ويعرفوا. حتى الصحافه صارت كمان تاخذ اخباري عن طريق تويتر، عن طريق الفيسبوك، عن طريق هالاشياء كلها. يعني هو العالم كله اصبح قريه صغيره من ما في شك، تغير بعيدة جدا. مروان خوري سيدخل تجربه جديده، سيقدم برنامج اسمه طرب مع مروان، نعم ام لا؟ نعم صحيح. يعني متى؟ ان شاء الله هلا نحن مضينا العقود، وان شاء الله على اول السنه الجديده، يعني اول شهر او ثاني شهر. بس بدي اوضح انه على اي قناه؟ التلفزيون العربي. اوكي. والحقيقه نحن انا عملت مقابله بوقتها برمضان الماضي، وحبوا المسؤولين شافوني بهالمطرح، وانا ما بحس حالي بعيد عن هالمطرح، بس بدي احدد الكلمه، ماني مذيع او مقدم برامج، لا، انا موجود بهالبروجرام، بدي استضيف وشارك مع مجموعه من الفنانين، يمكن يكونوا اصوات جديده، يمكن يكون اصوات مخضرمه، يمكن يكون نجوم، اشترك انا وياهم بتقديم حقبه مهمه بالموسيقى العربيه اللي بنعتبرها العصر الذهبي، اللي هي بتمتد بفتره من الماضي لحديث الماضي القريب اذا بدك. وكل هالانتاجات المهمه نرجع نعيدها ونقدمها، انا بشارك بالغناء، بشارك ديو مع مجموعة، أو هني بيقدموا هالأغاني. الهدف من هالبروغرام مثل ما هو اسمه طرب مع مروان خوري، إعادة هالأغاني العصر الذهبي للأغنية العربية، وإعادة تقديمها بصيغة حلوة وجديدة مع نبذات كمان تاريخية عن هالفترة هيدي وعن أعلام بهالفترة. يعني شيرين وأصالة قدموا هذه النوعية من البرامج، شجعوك وأعطوك الفكرة أنك تقدم البرنامج هذايا؟ بدي أقول شغلي، أنا كنت ضيف لأصالة ببروغراما مرتين، وكانت تجربة كتير حلوة وكتير ناجحة أصالة بهالمطرح. شيرين كمان كنت ضيفة بحلقة، وشيرين بعدها مبلشة، بس حبيت عفويتها، كانت كتير عفوية وعم تقدم الأمور ببساطة بدون تعقيد. برجع بقول هيدا ما بيلغي دورهم كمطربات، بس هو بتعرفي انت كمان الميديا عم بتقدم الاشياء بطريقه مختلفه، واكبر اثبات على هالشيء برامج الهواة بالعالم العربي وبالعالم الغربي، بنلاقي نجوم كلهم سوا صاروا لجان حكم. شوي غريبه، بس الناس تعودوا على هالشيء، والميديا والاعلام عم بيحتاج لهالتسويق ولوجود نجوم تيسوق هالبرامج هيدي ويكون لها حضور اكبر. سؤال الموالي، منعت غناء السوريين بلبنان، نعم ام لا؟ لا كبيرة، لا كبيرة، لأنه ما بعرف ليش الواحد وقت بيحكي شغلة بيروحوا بينبشوا على الأشياء السلبية. أول شيء أنا مثل ما قلت أنا نقيب الموسيقيين والفنانين بهالمرحلة، واللي أنا بدي أعمل دوري قد ما في صح، بس بدي أقول وقت نحن قلنا طلعنا قلنا لبنان يعاني من مشاكل نتيجة الحرب بلبنان، أنظمتنا كتير مهمة والقوانين عنا كتير مهمة، بس نحن مرقنا بما يعادل 40 سنة من الشرزمة والحرب والحروب إذا بدك، مش الحرب، لذلك تنفيذ القوانين كان دايما عنا صعوبة فيه، منه اللي هو إنه يكون في ضرائب على أي فنان أجنبي. نحن ما قلنا سوري ولا مرة، بس لأنه الحساسيات
واللي بيصطادوا بالماء العكري بيروحوا باتجاه واحد. أنا كل أصدقائي سوريين، أنا بفرقتي الموسيقية في جزء موسيقيين سوريين، أنا وجودي بسوريا قبل الأحداث دائماً، أصبح الموضوع منه للسوريين. نحن قلنا حتى بالبيان تبعنا يجب على كل فنان أجنبي بيدخل لبنان أنه يقوم بال بيدفع ضريبة؟ بيدفع ضريبة هي مالية اللي بيعود مردودة بالآخر لصندوق الفنانين الموحد. لكن هذا مروان ما يصعبش يعني مهمة الفنانين اللي جايين من بلدان أخرى سواء من سوريا أو غيرها؟ لا، لأنه نرجع نفهم نحن، أنا ما بيجي على تونس هون بدون ما أدفع ضريبة، أنا ما بيجي على تونس، أنا بدفع ضريبة وهيدا حق أي نقابة وحق أي وزارة هي مختصة بهالمواضيع والمالية وغيرها. أنا بيجي لهون عامل أجنبي ما بياخد حصة العامل المحلي إن كان موسيقي أو غير موسيقي، أنا مجبور أدفع تاكس ضريبة على وجودي هون مثل أي دولة عربية، مثل سوريا، مثل مصر. أنا وقت بروح على مصر كمغني كموسيقي بدي أدفع ضريبة للصندوق، لأنه هيدي ترجع حقوقها للفنانين عامة. عرفتي كيف؟ بقى وقت أنا بقول بهالإشياء أنا ما عم بخترع شيء خاص بلبنان، أنا عم ذكر إنه أسوة بكل القوانين المعمول فيها بالعالم العربي، ما رح أحكي عن العالم الغربي اللي هو بيعطي حقوق أكثر للفنانين. في مواضيع تانية بتختص بحقوق المعنوية أنا مثلاً وغيري كملحن وكشاعر اللي هي كمان بتروح هدر كمان بقسم كبير من العالم العربي. برجع بقول نحن عم نطالب بس، وهيدي المطالبة مش بس للفنان الأجنبي اللي فوت على لبنان، هيدي مطالبة الشخص أو إذا بدك البروديوسر أو المانجر أو ما بعرف المتعهد الحفلات اللي بيجيب هالفنانين، هي مسؤوليته هو كمان مش مسؤوليته هن، هو لازم يعمل المعاملات القانونية، هو لازم يدفع الضرائب، هو لازم يهتم بكل شيء تيكون عمله قانوني كمان بالبلد. السؤال الموالي، أتمنى تقديم ديو مع هاني شاكر، هل الغناء مع هاني شاكر في 2017 أصبح أمنية؟ أصبح أمنية هو أمنية إيه. أنا يعني هاني شاكر أنا ربيت على صوته على أغانيه، هالقد بحبه، هالقد بحبه، بحب هالجو اللي بيغني. وهو كمان نحن اتصلنا بأكثر من مرة ومن فترة قريبة حكيني شخصيا على التليفون، وهو شخصية رائعة على فكرة. أنا اللي بعدني مقصر شوي إني حضر، بس دائما بيكون عندي حذر مع أسماء مثل هيدي كبيرة إنه اشتغل شي صح. وما عنده عقد قال لي ممكن تكون أغنية مصرية، ممكن تكون أغنية بالفصحى، ممكن تكون لبنانية. أول شيء اللي بهمني أقدم له أغنية، وإن شاء الله بيصير هالتعاون هذا قريبا، وإذا كان في ديو هالشي بيسعدني أكثر كمان. إن شاء الله يكون ديو ناجح إن شاء الله. إن شاء الله. اخترت تونس لتحيي فيها حفلة رأس السنة، هل كان هذا العرض الأنسب ماديا نعم أم لا؟ الأنسب ماديا والأنسب معنويا. أنا إذا بدي أشتغل بأي مطرح بدي يكون مبسوط، بدي يكون مبسوط، وهيدي اللي بيعرفوني بيصدقوني بالخبرية. في مطارح بيندفع أكثر بس ما بروح، في مطارح برفض نهائياً أساساً أحكي بالسعر لأنه ما بتكون لألي، ما بتشبهني. أول سؤال وين الحفلة؟ هيدي اللي بسألها، مع مين؟ مع أي متعهد؟ بأي بلد؟ ولا بكل صدق أنا بنبسط إجي على تونس، لأنه أنا مش بس بعمل حفلة، أنا بيجي لهون بنبسط، عندي أصحاب، عندي أصدقاء، يعني بقضي وقت حلو. مرحبا بك في تونس، أحنا أيضا سعداء جدا بوجودك معنا في تونس. مروان خوري يعتبر نفسه أناني؟ كل إنسان في جزء من الأنانية، بس أناني شوي بما يتعلق فني، بحاول أحمي فني، بس ما بقدر أنا أقول هالشي، يمكن غيري اللي بيقدر يحددني مزبوط. أكبر أناني نسمعها مع مروان خوري؟ بهني أحكي إيه أنا أكبر.
الغرح بتكون يوم بعرف هوانا مرحلي واقف عباب اللوم بعرف منك إلي ولا رح بتكون يوم بعرف هوانا مرحلي واقف عباب اللوم لكن ما رح اسمح هواك يضيع ويمرق علي بكرة من دونك حتى اشتري حبك عمر رح بيع وكحل عيني بلفتة عيوني وبعرف رح تنزل دمعة دمعة تطفيها الشمعة ضويناها بلعتني ويطل نهار وتشتي علينا تشتي أيام وحبك أنت أكتر من كل شي وخلي هالليل أنا حبي كبير وما بنساها كل إنساني وهلأ أنت وغلطان كتير لو ضيعتك مرة تاني أنا كرمالك بعلن نفسي بهالدنيا أكبر أناني أكبر أناني مروان كل تتر من الاغاني متاع المسلسلات اللي عملتها احلى من التتر الاخر 2017 فما في الافق تترات جديده في يعني ابتدات بتحضير لمسلسل بعنوان مذكرات عشيقه سابقه للكاتبه نور الشيشكلي بطوله من باسم ياخور و ما بعرف كل كثير تفاصيل انا اللي بيهمني صراحه هو اكثر شيء القصة النص وهالتفاصيل بتذكر باسم ياخور الاسم الاساسي واكيد في اسماء نجوم معه انا قدمتك وقلت ملك الرومانسيه واغانيك كلها رومانسيه شنو رايك لو كان نعمل حوار رومانسيه اوكي موافق اول سؤال في حوار الرومانسيه هل انت اشهر عازب في لبنان اشهر عازب لا في عازبين غيري اي مشهورين كيفك اي هلا ما بعرف اذا يعني في حد ذكرني ربي الاستعانه بتنجم تستعين بصديق ما هيك بدي استعين بصديق اي اتذكر يعني ربيع هو اشهر عازب بلبنان مروان خوري ما بعرف يعني مين بدي اسميهم اتذكر في صراحه ما بعرف ما عندي جواب كثير ما عندي جواب في صديقي فارس كرم هلا فارس اصغر مني بس رايح باتجاه العزوبية ان شاء الله يتجوز يعني في زملاء ملحنين بعدهم بس ما بعرف هالموضوع يعني مش كثير بفكر فيه ما تخممش فيه لا يعني ما بفكر انه انا مثلا ليش ما تجوزت لهالوقت الامور اذا انا بحاجه اني اعملها او لا لهاللحظه مروان خوري تغني لحب لا تعيشه هل انت فاشل فيه ام تخافه ماني فاشل ولا بخافه بس انا ماني لهاللحظه انه ارتبطت بالزواج يعني تحديدا الزواج بس انا حبيت وانحبيت وعشت الحب بفرحه بوجعه لانه الحب هو باثنين لا الحب انا كثير قريب منه كل الوقت بس مش دائما بتكون علاقات الحب عنا عاليه يعني يعني علاقات الحب مش دائما تكتمل تتوج بزواج ايه مش دائما يعيش مروان خوري اليوم قصه حب هلا حاليا لا اخذ بريك
اخذ بريك من الحب. اخر بريك يعني كان فما قصه من مرحله قبل. قديش دامت القصه؟ شي سنه تقريبا. مع من كانت؟ سنه يعني مده. مع من يعني كيف بدي اقول انه سمي مين يعني؟ عادي امرأة شو بدكم يعني؟ ما حدا يعني كانت قريبة. ما حدا كانت قريبة مني بس ما كملت الأمور. ليكي مش مشكل ما تكمل، المشكلة إنه تكمل وتكمل على خطأ يعني. هل الزواج في حياتك أصبح حلم صعب التحقيق أم حقيقة لن تهرب منها أبدا؟ لا هيك ولا هيك يعني، برضو تارك الموضوع أو بيحصل بشكل طبيعي وبحس إنه أنا هيدي الإنسانة اللي بدي كفي معها بقية حياتي، أو إذا ما صار ما بيكون صار، لأنه أنا مطرح ما أنا سعيد بهالمطرح. أكيد بضل في نواقص يعني، الإنسان بيتجوز وبيقول أحيان إنه في كتير نواقص ويا ريت أنا ويا ريت كذا، يمكن العائلة هي أهم شيء بهالموضوع. يعني مروان خوري يبحث عن الكمال؟ لا أكيد، لأنه بكون عم بحلم كثير هون إذا عم بحث عن الكمال. لا، مواصفات المرأة المثالية عند مروان خوري أو المرأة التي يمكن أن يرتبط بها مروان خوري أو يفكر فيها؟ بسيطة بسيطة، منا الأمور كتير يعني صعبة يعني، كي هي بسيطة لهالدرجة ما لقيتهاش إلى اليوم؟ ما خاص، يمكن هي بسيطة بس يعني مش عم تكمل الأمور مثل ما أنا بدي، أو يمكن أنا صعب ما بعرف يعني، ما بقدر حدد الإجابة. مواصفاتها؟ مواصفاتها تكون مهضومة أول شيء، مهضومة، عاطفية يعني، حس أنه تهتم فيي. وعندنا مشكلة نحن عايشة أنه الفنان، خصوصي الفنان، بده المرأة تنتبه له، تنتبه لفنه لحياته، لأنه حياته صعبة إلى حد ما، في عدم نظام بحياته، في شوية فوضى، عدم استقرار، بدها تكون هالقد واعية لدوره وتكون معه وتسانده. مش معناتها أنا بحكي هون أنه لا هي لخدمته للفنان، لا، بس أنه تفهم حقيقته، استوعبه يعني. أي، هل الأصدقاء الرجال غير موجودين في حياة مروان خوري؟ موجودين بس قبل ما تجاوبني مش ماريك فيديو. أوكي؟ أوكي. صحابي قليل جدا من الأول، هني قليل وانحصروا زيادة، وكمان صديقاتي كلهم نساء. ارتحت يعني لهالشي مع الوقت، وحسيت أنه برتاح أكبر أنا وياهم، عيشة حريتي، وبحب العالم اللي موجودة فيه المرأة، بحب العالم اللي فيه الأنوثة، بحب عطر الأنوثة إذا موجود حوالي بيريحني بهديني. مرة يعني بقول زيت الشيء اللي قلته هون، عندي أصدقاء بس جدا قالوا، يمكن عندي أصدقاء بالوسط الفني لأنه في عنا أشياء مشتركة، بس عن جد عن جد الرفقة والصديقات هن صديقات نساء، لأنه أنا ما بعرف، أنا متحيز جدا يعني. المرأة متفهمة ومستمعة، مش معناتها أنه الرجال ما قالوا مطرحه، بالعكس بالعكس بيقدر يكون كمان صديق ويوقف جنبك وكذا، بس المرأة بحب عالم المرأة، بحب المرأة، بحب عاطفتها، بحب تفهمها، والمرأة تتفهم الآخر. وعلاقتها هلأ اسألي إذا بدك، يمكن المرأة بتسألي بتقولك أنا برتاح لصداقة الرجال لأنه ما بيكون في غيرة ومشيحنة والقصص، أنا برتاح لصداقة المرأة لأنه إيه ما فيها منافسة. من أقرب صديقة من الوسط الفني لمروان خوري؟ ما عندي صديقات بالمعنى القوي، عندي ممكن بقدر أتفاهم أنا وياها، وقت البعض بحكي أنا وياها بحس في قرب بالأفكار، ولو كنا مش دايماً مجتمع، ولو كان إنه ما فيها الصداقة القوية، بس بقدر أقولك مع حفظ الألقاب يعني سيدة ماجدة الرومي، وقت اللي بنحكي على التليفون، وقت اللي بشوفها حديثة عميق وروحاني وبمس فيي. في أسماء كتيرة، في كارول سماحة كمان مشترك بإشياء كتير، في أسماء تانية بس هودي الأسماء اللي خطروا ببالي دغري. مروان خوري يقولون أن الأصدقاء الحقيقيين هم أصدقاء الطفولة، صحيح أم لا؟ يبدو هيك، يبدو هيك، لأنه وأنا مش بقولها لألي أنا يعني، اللي بيبقى معنا آخر شيء بتلاقي هني أصدقاء الطفولة والدراسة، هودي اللي بيبقوا. وما في شك بدون ما أكون متشائم، صار أصعب بكتير هلأ يكون تبني صديق جديد، لأنه في الطفولة ما كانتش فما مصلحة، كانت صديقة بريئة يعني، صحيح صديقة، صحيح من أجل الصداقة. مزبوط، بتبلش بطريقة سليمة وصحية، عن كبر يمكن بتبلش بمصالح معينة، بس كمان بأيامنا هلأ
الصداقة عم تصير أصعب، بتصير أصعب. فما مجموعة كبيرة جدا من الفنانين اللي غنوا لمروان خوري، يعني باش نوريك فيتياخ تقرير أوكي. عن مجموعة من الأشخاص اللي غنوا لمروان خوري وبعد نرجع نعلقوا عليه. غمرتيني بلطفك ممنون، إن شاء الله بتسلم دياتي، من إيدك خبز وزيتون بتكفيني وحياتي. سمعني 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 غني، طالع في هاي هودي مش عيني، هيدي مش لمساتك يا حبيبي ومش إيدي. اللي بيهن انتهيت لها مش لها معاي في داك اليوم، لا تقول اسمها وسيوم انها كانت حبك يوم. روح اذا بتريد لما تزيد همي، تركني بحالي ضل بعيد، حاجة تعيد وتقلي بعدك على بالي. فعلى دلعونه غني لي شوي بعدك يا من رغم كل الغرار. بتمون عاد احكي انا بتمون، بتمون عاد دمع وقلك بتمون. غني للناس للحب، غني لي غني غني لعدد، غني لي غني. مورم مورم انا بيك على طول وانا صابر وصبر الفوايا دليل. خلينا نكون أصحاب لو حتى ما عدنا أحباب، والنسمة بتمرق من حد تعطر هالمدى تعطر هالمدى، والهوى طاير طاير فيه. ملل مش عارفة ليه حياتي ملل، لولا زرق لي الشوك عدروبي، لولا تركني العمر مغلوبي، خطوي خطوي وعلي مقدرة. إذن هذه مجموعة من أعمال مروان خوري. من أوصل إحساس مروان خوري أحسن من الآخر؟ شكون أكثر فنان أوصل لك إحساسك؟ لكن أحلى شيء، أحلى شيء الفنان يسمع نتاجه عن جد. حلو حلو يحكي يعبر عن آرائه، بس وقت أنا حتى بحضر وبشوف إيش اللي قدمت عبر الوقت بنبسط، وهيدا جزء ميرسي للي اختاروا الأغاني، يعني تقريبا نوعوا، بس ما في شك بعد في جزء طويل من الإنتاجات ولفنانين كتار. كلهم عن جد كلهم، إذا بتلاحظي كل واحد غنى بطريقته بإحساسه، وهيدي الجمالية. أنا لو ما بنبسط بهالشي كنت اكتفيت أنه أنا غني، وفي كتير ملحنين غنوا هني وحدهم لألهم، بس كل ما بسمع مغني كي بيعطي من إحساسه من روحه عن جد بنبسط بكل اللي قطعوا هلأ. كل واحد قدم بإحساسه. تشكيلة كانت من اختيار المعد نزار مرزوق، لكن هو مصر يعرف من أوصل إحساس مروان خوري أكثر من الآخر. شو بدي أعد يعني؟ عن جد كلهم. شو بدي أعد لك؟ هلأ ما في شك الأصوات الرومانسية قريبة أكثر لإلي. الأصوات الرومانسية إليسا، يعني العاطفية، يعني كارول إليسا، صابر رباعي، فضل، عندك وردة، يعني عندك شوفي عن كل اللي مرقوا عن جد يكون عم بظلم حدا. إذا كمان في شغلة تانية، إنه مثلا وقت حدا بيقدم لك لون مختلف، شعبي، ست نجوى وقت غنت غير لون، غمرتيني بلطفك لريضة قدمها بطريقة مختلفة، بالعكس هودي كمان مساحة مختلفة لألي أنا. عبد المجيد عبد الله كمان، يعني كل اللي قطعوا مجد يعني الرومي، طريقتها المختلفة بالتعبير يمكن مختلفة عن البقية، بس
بس هي حالي خاصة بالغناء كمان. مروان يزينا من الأسئلة ومن الكلام نغنيه شوية؟ ايه شو هتسمعنا؟ حاضر. منقول مغرم. مغرم صارت من الأغاني اللي هي أساساً لجاد نخلي عطيتها وأديها بشكل رائع، بس صرت بقدمها دائماً بحفلاتي وخصوصي هون بتونس وهالقد الناس حافظينها. نسمع المقطع منها. لا لا يا ليلي يا عيني ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي مغرم مغرم أنا بيك على طول وأنا صابر وصبري فوايا دليل يا لا يا لا لا يا ليلي يا عيني ليلي ليلي يا عيني أنا بيك على طول يا نصر وصبري فوايا دليل ليه ورا ليل ولا دوت النور ومشو وغرب العتاب ولا لوم ليه ورا ليل ولا دوت النور ومشو وغرب العتاب ولا لوم الفاصل ونرجع بعد الفاصل سهريتنا متواصلة مع النجم اللبناني مروان فوري. هكذا
طفل وينوش ويالي كبرك مين السبب وين الهوى قد الدنيا وما بينغلب قدرتني من حالي ياما تاخدني لي ياما تاخدني لي طلع فيها هودي مش عيني هيدي مش لمساتك يا حبيبي ومش ايدي في شي عم بغيب انا عم حسك غريب ضايع مني ضايع حدي وعم دور علي شو الغيرة هاك الطفل وين وشو يالي كبرت مين السبب وين الهوى اللي قدتني وما بينغلب يتركني من حالي ياما تاخدني لي ياما تاخدني لي لو انت عيون ارسم في شفاك اللي بعده الحب وبعدك انت اللي كنت تكذب على حالك يمكن لكن على اي مش رح تقدر تكذب لك انا بعرف مينك ان مش انت الهوى هالعطش اللي مني ارتوى ولا انت الحب الساكن بقلبي عم تشبه حدا كل صوتك انت الصدى ولا قادر تشبه حالي يا حب شو اللي غيرك هاك الطفل وينه شو يالي كبر مين السبب وين الهوى اللي الدنيا وما ينغلب يتردني من حالي ياما تاخدني لي ياما تاخدني لي طلع فيني هودي مش عيني هيدي مش لمساتك يا حبيبي ومش ايدي في شي عم بغيب انا عم حسك غريب ضايع مني ضايع حدي وعم دور علي يعطيك الصحة شكراً ليك تحية إلى فرقة المايسترو خالد بن عيسى تحية أيضاً للمايسترو وديع نذكركم أنتم تنجموا تربحوا معنا بين دبلزيت وتوبسيون تبعثوا SMS على التليفون على التليفون مش في الفيسبوك ومش في الانستغرام SMS على الهاتف المحمول تحطوا فيه حرف A 85-860 نرجع نكملوا سهريتنا مع ملك الرومانسية الفنان الشامل مروان خوري مروان مرحبا بك مرة أخرى الفقرة الأخيرة من البرنامج مجموعة من الصور باش تعلق عليهم سواء بكلام أو بأغنية كما تحب أنت أوكي؟ الصورة الأولى نزار قباني الشاعر المطلق نزار قباني هو شاعر الرومانسية ومروان خوري هو فنان الرومانسية لما لم يلتقيا؟ قدمت قصيدة قصيدة أحبك جداً لمجد الرومي وهلأ عم نحضر كمان قصيدة لإله كمان للسيدة مجدة الرومي
بتمنى كمان يكون في شيء لإلي أنا، بس إنه يعني فكرت بالموضوع بس ما إجا الظرف. بس بدي أحكي عن هالشاعر اللي ما بده مين يحكي عنه، بس بحسه بعده هو شاعر الحب الأول يعني، وشاعر المرأة إذا ما قلنا، لأنه في شعراء كتبوا للحب، بس شاعر المرأة وجرأته بالكتابة يعني ما حدا تقريبا فات على المطارح اللي هو فات عليها. أنت قلت اللي قاعدة تحضر في قصيدة، تلحن في قصيدة للراحل الكبير نزار قباني، وبتأديها ماجدة الرومي. المظبوط، بدك خليني ما أقول، لأنه الموضوع ما بيتعلق فيي بس أنا، يعني بقدر أقوله أنه هي قصيدة لنزار قباني لماجدة الرومي. خلي التفاصيل. نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك التوفيق. الصورة الموالية إليسا، ما الأفضل، صوتها أم إحساسها؟ صوتها أم إحساسها؟ ما بعرف إذا بنقدر نفصل، ما فينا نفصل الصوت عن الإحساس، بس في أصوات بتبقى أصوات قوية أو قادرة أو طربية، وفي أصوات تبقى مؤدية وإحساسها حلو وبتوصل. إليسا من الأصوات اللي بتوصل الأغنية، وأنا كملحن بهمني الصوت اللي بيوصل لي غنيتي، يعني صوت يكون بترجم أحساس. بترجم إحساس الأغنية، هيدي شغلة كتير مهمة. شو هنسمع؟ مقطع صغير؟ مقطع شو بنعمل شباب؟ يمكن من الأشياء اللي كتير بتمون. بتمون؟ من الأغاني اللي أنا بحبها كتير. بتمون عضحكي أنا بتمون، بتمون عالدمع وإلك بتمون، بتمون يا قلبي عينك على قلبي، ما كان يمكن لو ما أنت تكون معذور، لو جن القلب معذور، بعيون عم تغزل حلا معذور، مين اللي ما بيحبك يا ويلي من قلبك، مغرور قلبك يا صبي مغرور، وبتمون عندك ولولا القلب حبيبي من غير رح بشقى، رح بشقى، عينك على قلبي شوي شوي وتوقع قلبي حانو، ما بيلقى ما بيلقى، ما بيلقى ما بيلقى الله وبتقول. شو هالكرة الحلوين؟ برافو برافو. الصورة الموالية فضل شاكر، صعب اني نسألك سؤال. الأسئلة اليوم، من الخاسر نحن ام هو؟ صدقني صعب اني نسألك السؤال هذا. اثنيناتنا. من الخاسر الأكبر؟ برجع بقول أنا أسأل كتير عن فضل، موضوع فضل كتير دقيق، كتير دقيق لألي أنا كمان كلبناني، بحب يفهموا البعض، مش تبرير ولا، أنا كفنان أنا بحبه كتير، بس الموضوع المتهم فيه فضل كتير صعب، يعني متهم بالتورط بمواجهة الجيش اللبناني وفي ضحايا بالموضوع، كتير الموضوع هالقد بيضايقني أنا، بس مش أنا بيضايقني، بيضايق يعني زاوية ضحايا والشهداء، لذلك الموضوع أنا ما بقدر أحكي فيه كتير لأنه في قضاء بالموضوع. خلينا نحكي، أتمنى من قلبي أن يكون هو بريء من هالموضوع. فنياً شو بدي أحكي فنياً فضل وصل للمطرح الأعلى، وأنا برأيي محله ما حدا عبى محله، يعني هو راح من مطرحه
ما حدا عبى مطرحه لأنه إحساس خاص. خسارة، خسارة كبيرة. مروان خوري، الفنان هو شخص مرهف الأحساس، هو حساس، هو يعني شخص لطيف جداً ورقيق جداً، كيف يمكن أن يتحول إلى إرهابي؟ ما بعرف، خليني ما أقول إرهابي، التطرف الديني في له عدة خلينا عناصر. خلينا نقول كيف يغسلون دماغه. في شباب كتير طيبة، كتير شباب مهذبة ورايقة، بتلاقي تحول لمكان تاني ما بيشبهه، هو غسل دماغ، هو نوع من الإيمان المطلق بأشياء، بس أنا بسميه دايماً انحراف عن الوجهة الأساسية. ممكن الوجهة الأساسية تكون صح، يعني المتجه للدين والإيمان هو منه مخطئ، هو متجه لمطرح أفضل، هو برأيه متجه لمطرح في عدالة، لأنه المجتمع مش دايماً بيقدم العدالة، والأنظمة بالعالم العربي ما قدمت كتير العدالة، لذلك العالم راحت باتجاهات أخرى ومن هون الدين. بس أحيانا بيصير هالانحراف بتروحي بتطرف ديني، وساعتها المشكلة وبيتورط الواحد، ما بقدر اشرح لك ظروف كل واحد والحيثيات تبعه والحالة النفسية تبعه، بس بقدر أقول إنه بيكون فعلا الواحد عمل غلطة، وبعتقد هو مع الوقت يمكن بيحس بهالشيء. معقول؟ معقول يعني مع الوقت يحس ولا نسمعه معقول؟ رح غني معقول، ما بقى حلل أكثر. ولا نبى السوى ولا غلا ولا
يبعد يا هوى يا هوى الله. الصورة الموالية. موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أين وصل إعادة توزيع مشروع إعادة توزيع أغاني محمد عبد الوهاب؟ بحب أقول أنا ذكرت إنه سألوني إذا في حال بدك تجدد، قلت لهم حيكون للموسيقار عبد الوهاب اللي هو بحبه هلأ بتعلق فيه، يعني ربيت على موسيقته مثل غالبية الموسيقيين العرب. في موسيقيين كتار، في بليغ حمدي، في الرحابني، بس عبد الوهاب تحديدا. بس ما ابتديت بالمشروع، هيدا مشروع شوي مستقبلي، يعني ان شاء الله ما كتير بطول فيه، بس انه في اكثر من اغنيه براسي انه تتجدد. اوكي، الصوره المواليه، العندليب عبد الحليم حافظ الرائع، رومانسي مثل مروان خوري الحليم لا يتكرر. كمان عم تحكيني عن اعلام، يعني قديش قلنا نحن عم تشي مطربين، قديش مر علينا من بدايه تاسيس الاغنيه العربيه لهالمرحله، في رموز خلص ثابته بالذاكره، منهم عبد الحليم. عبد الحليم لا يشبه حدا، ما حدا قادر يشبهه. وانت تحكي على عبد الحليم الروعه عينيك تلمع، ايه؟ يعني عندك حنين الى هذا العصر الذهبي، وهذا واضح ايه جدا. ما في شك، لانه كان في جديه بالشغل، في مسؤوليه، كان في جسم فني متكامل. يعني كمان بدي اقول شغلي، انه كان في ملحنين رائعين، مؤلفين، اصوات مثل عبد الحليم، فرق موسيقيه ضخمه، مستمع مثقف كان يجي يسمع. برجع بقول كانت المجموعه كلها متكامله، كل شيء كان متكامل، بس عبد الحليم بالذات انا عندي ضعف تجاهه، لانه هالصوت الرقيق المعبر، وعدا هيك وقوفه على المسرح كان مختلف عن الكل، كان يعبر، مش بس صورة المطرب العادي اللي عم يطلع بس يغني، لا، كان يعبر بوجهه، بإيديه، بكل حركاته. هيدي كانت حالة استثنائية عند عبد الحليم وما تكررت كثير مع حالات تانية. قبل ما نختموا حلقتنا باش نسمعوا أغنية لعبد الحليم حافظ، لكن قبل أنا نحب نشكرك على وجودك معنا، كنا سعداء جدا باستقبالك في تونس. سعادة. شكرا للفرقة الموسيقية، شكرا للفرقة الموسيقية، فرقة المايسترو خالد بن عيسى، شكرا للمايسترو اللي جاي معك من لبنان خصيصا. استمتعت جدا بالحوار معك مروان خوري، شكرا، نتمنى وان شاء الله نقابلوك مجددا في حوارات اخرى. نحب نذكركم اللي انتم تنجموا تربحوا معنا بي ام دبليو في، ما عليكم كان تبعثوا على 85 860. أغنية الختام باش نسمعوا حاجة للراحل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، اللي أنت قلت اللي أنت تحبه برشا وتخمم أنك توزع أغانيه، شو تسمعنا محمد عبد الوهاب؟ قول لي عمل لك إيه، قول هيك مقطع صغير، قول لي عمل لك إيه. Green.